حلو. عايز اقول لك على حاجه. قول. بما ان احنا اتكلمنا عن الذكريات والطفوله والحاجات دي، عايز اسالك ايه اهم المواقف اللي اثرت فيكي على مدار حياتك؟ مش لازم كل المواقف يعني، بس افتكري لي ايه الحاجات اللي حاسه ان هي اثرت فيكي، غيرت يعني في شخصيتك، غيرتك على المستوى الانساني، خليتك تفكري وتحس تغيري حاجه فيكي، شفتي حاجه ما كنتيش في حاجه في الحياه يعني. اوكي. هلا شوف، في تجربة حلوة مرقت فيها. أنا كنت بس يعني فتت بعد البكالوريا، فتت معهد عالي فنون مسرحية وكلية تجارة واقتصاد. ما بدي أحكي لك قصة طويلة كيف صار الصراع مع أهلي، أمي ما بدها يعني يفوت على التمثيل المهم عملت هون 3 سنين ورجعت، وعملت سنتين مع بعض وهيك، بعدين فتت على المهنة، تركت الجامعة، تركت كلية تجارة واقتصاد. شو بمعنى تركتها؟ صرت أجل، يعني أجل السنة ورا السنة، أقدم مادة وغيب كل السنة وهيك. هيك لاستنفذت كل الفرص. يعني أخدتني المهنة تقريبا 8 سنين و10 سنين ده انت قعدت كتير بقى. ايه خلص خلص، بعدت عنها كليا يعني، ما عاد ما عندي يعني كتبي انضبوا بالكرتونة وفاتوا، وما كانش في مكتب خلاص بقى، وقلت نفضتي يعني بالبلد. يعني خلص أخدني الشغل والمهنة. بس أنا 10 سنين يا حسن في حلم، هلأ بقول عنه حلم، بوقتها كنت أقول كابوس، اللي هو يضل يراودني على 10 سنين كل كم جمعة كل كم شهر، أحلمه نفسه أني أنا عم أقدم فحص رياضيات بكلية الاقتصاد والورقة ما عم بتكفي لأكتب المسألة لحلها، وأنا بعرف الحل، يعني عارفة حل وبعرف الحل، بدي أكتب ما في محل ما في فعلا. ورقة. وكان فعلا، وكان يوم وبوقتها كان ممنوع تطلب ورقة تانية، يعني بدك تتذاكر تقسم الصفحة وهيك. وهالحلم شو يزعجني، وحس هو هذا الحلم هو اللي يذكرني انه الجامعة، الجامعة لازم اتخرج من الجامعة، لانه انا اتخذتي مجتهدة، خلاص في التمثيل اتخذت بالتمثيل وما بقى، ونسيتي، وده بيجي لك كل شوية، صار يجيني بالحلم لانه هاجس ورا براسي موجود، ما عم طلعه لقدام، ما عم بروح على الجامعة عم بسأل وين صرت، وين صار دوامي، شو لازم أعمل، شو كذا. وانت من غير الحلم ده انت مش في دماغك خالص تكملي الجامعة، ولا في دماغك تروحي، او سايباها كده وخلاص؟ لا بدي اتخرج، بس مش دلوقتي، ما بعرف يعني، كل مرة عم يجي شيء. كل مرة كنت احلم بهذا الحلم اللي بسميه كابوس، كنت انه لازم اتخرج من الجامعة، لازم ارجع على الدراسة. بعرف انه هذا الحلم رح يضل مرافقني طول ما انا ماني متخرجة، لانه في شيء جواتي مو رضيان عن الموضوع. اكتشفت، وكان شيء بيزعجني كل الوقت لما انسأل، لانه انا كنت مؤهلة اني اخذ اكثر من شهادة، انا كنت طالبة الحقيقة متفوق، الحقيقة بدراستي، فكنت مؤهلة اخذ اكثر من شهادة، يعني مو بس جامعة يعني كلية تجارة واقتصاد، كنت بدي اعمل ماستر بالاقتصاد، وكنت عم بعمل تمثيل بنفس الوقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. فكيف فجأة طلعت انه انا ماني متخرجة؟ رجعت على الجامعة ورجعت درست من اول وجديد. رجعتي بعد قد ايه بقى؟ بعد 12 سنة انقطاع. يعني اللي عم يدرسني طلاب ماجستير عم بستعين فيهم، طلاب ماستر عم بستعين فيهم يدرسوني. صرنا نمرق على اشياء حسن مار قبل الحادي عشر والبكالوريا، يعني يرجعوا يذكروني برياضيات بمعادلات بس تعرف ده صعب جدا. بس شو اللي حلو لقلك؟ مو معقول شو حلوة تجربة انك تدرس على كبر. شو يعني على كبر؟ انت مضغوط بتكون بعد البكالوريا تبع حلمك وكذا، والكارير بيعتمد على هالجامعة وعلى شهادتك والى اخره، فانت حاسس انه هالاربع خمس سنين دراسة هدول اللي رح يصنعوا مستقبلك، صح؟ فالضغط تبعهم كتير كبير. صح. لما انت بترجع بتدرس عمرك 30 او 32 وعقلك سنة بقى انضج وعامل واستيعابه اللي اكبر، بدك تعمل يعني باني الكارير تبعك وماشي بالسكة تبعك، بتذاكر كده وانت مرتاح، بتلعب. صح. مرتاح. صح. كيف هلأ بتقرأ كتاب انت بتستمتع فيه بتنبسط فيه؟ كنت عم بقرأ كتب الاقتصاد بهالطريقة بالسنة الرابعة. بالسنة الرابعة علي المعدل تبعي، معدل علاماتي
كانوا أعلى من الثلاث سنين الأولانيات والله. يلي قطعته. هاي النقطة بحياتي خلتني أحمل هالمسج لكل العالم والطلاب يلي بشوفهم انقطعوا عن الدراسة وصاروا يقولوا خلص صارت ورانا. هلأ بدي أرجع، هلأ عمري 30، هلأ عمري 40، بقولون إيه هلأ حترجع وحتشوفها أحلى وحتستمتع فيها أكثر وحقق هالرغبة. لا تقول راح الوقت، ما راح. بيسألك شو بدي أعمل فيها، هلأ أنا بيسألوني أنا شو عملت فيها، ما عملت فيها شيء، علقتها هون. ما هي الموضوع ليها؟ عملت لها تشيك. صح، ده معنى للناس كلها إن أنت تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت. ومن المعاني المهمة اللي كانت موجودة في الموضوع إن هو شيء نفسي للشخص، إن أنا عايز أعمل حاجة فهعملها عشان نفسي مش عشان حد يعني.